السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع عليكم اليوم في فيديو جديد راح نتكلم فيه عن 4 نقاط اللي صار والقادة الجدد والخطة وزائد الكيفيكي الجديد وزائد المعدات. طبعا راح تكون كلها مختصرة ما راح يكون في شيء تفصيلي، فخلنا نقول هاي المقطع مجرد شيء تحديث أو مقطع تحديث. بالنسبة حق اللي صار، طبعا اللي صار في المقطع الأخير تعليقات ما شاء الله، صار فيه هجوم وهي كان متوقع أصلا، ما حدفت أي تعليق، كل اللي انتقدوا باحترام خلت تعليقاتهم إلا تقريبا 3 أشخاص شلت التعليقات وشلتهم من القناة، عطيتهم بلوك، كان لسانهم جدا وسخ. في بعض الأشخاص انتقدوني شخصيا، في بعض الأشخاص انتقدوا الفكرة، وفي بعض العبارات مثل دعسوا عليكم مثل عادي ما عنده مشكلة، فما كان عنده مشكلة ويا الانتقاد، ومثل ما قلت هاي كان شيء متوقع. هاي أول نقطة. النقطة الثانية بخصوص الكلام اللي قلته، طبعا صار فيه نقاش أكثر شيء على إنه ليش ما دخلتم على معسكر الأرض، والنقطة الثانية صارت على جروب تيم كريزي. بخصوص النقطة الأولى ليش ما دخلتم على الأرض ومن هاي الكلام، هاي فيها لها إجابة بس ما له داعي إن أنا أتكلم عنها، شفناها ضد 16 وما له داعي نزيد ونعيد فيها، خلاص أنا قلت اللي عندي. هاي بالنسبة حق النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة حق تيم كريزي، دخلت أنا مع جروب تيم كريزي في الديسكورد، بينت لهم النقاط 1 2 3، أنا قلت هاي النقطة 1 2 3، طلع الموضوع هم اللي فاهمين الشيء واللي أنا قلت الشيء ما كان لي علاقة أصلا بالموضوع، تفاهمنا صافي لبن، وصلنا حق نقطة. قلت لهم عادي ما عندي مشكلة إن أنا أعتذر أبدا، مع أنهم قالوا لي كلام ما أقدر أقوله في العام، بس مجرد تحدي، يعني كان في تحدي، فأنا أعتذر حق جروب تيم كريزي أو كريزي تيم إذا هم فهموا الموضوع خطأ، لأن اللي قال شيء واللي فهم شيء ثاني، مثل ما قلت أبدا ما كان لي علاقة. هاي بخصوص النقطة الثانية. أما بخصوص المقطع، طبعا أنا ما حذفته، موجود خاص، موجود مع التعليقات، مع كل شيء موجود. كل اللي صار ان انا كلمت تيم كريزي قلت لهم داهم مثلا يسبب لكم اي شيء ما عندي مشكله، راح اخليه خاص او ان انا احذفه، ابدا ما في مشكله، فما لي علاقه مثلا لان كان في تعليقات، لان كان في هجوم، لان 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 لان، ابدا ما لي علاقه. فمن هاي المكان وهاي المقطع لازم ننهي الموضوع مع الكيفيكي واللي صار اخر شيء. من جديد انا اعتذر حق اي شخص شاف المقطع مثلا وما عجبه، شاف المقطع وتأدى، او ان انا مثلا تكلمت عن فلان وفلان، فأنا شخصيا أعتذر مرة ثانية وثالثة ورابعة، مثل ما قلت ما عندي مشكلة بالنسبة حق الاعتذار. في النهاية هي لعبة، وفي النهاية ما له داعي تسوي أي عداوات، ما راح تستفيد، يعني في النهاية ترى لعبة، فممكن الشخص يشوف إن أنا تكلمت في وقت خطأ، ممكن الشخص يشوف إن أنا تكلمت بشكل خطأ، ممكن الشخص يشوف إن أنا تكلمت بأسلوب حاد، أو مثل ما قال البعض تكلمت بأشياء ما له داعي، يجوز في النهاية هي رأيك. فهي بالنسبة حق النقطة الأولى. نجي حق النقطة الثانية، القادة الجدد والخطة، شنو راح يصير حاليا؟ فحاليا قاعد اشتغل على القائد الكوري، قائد جون، القائد المشعل الجديد، حاليا 5523، وتكلمت عنه في مقطع سابق، كان تجارب بسيطة، بس انه أعطاني أداء ممتاز كبداية. في نفس الوقت أحتاج قائد ثاني، لأن تشارلز ما يأدي وياه، بشكل عام ما راح يأدي، فحاليا عندي هاي المعدات، توني بسم الله داخل عالم المشا، فأول مسيرة، فإن شاء الله راح نشتغل عليهم، نغير مثلا هاي، نغير هاي. هاي اوكي، بس راح نخصصها، راح نبدي بملحمي وبعدها راح ننطلق نشوف مستقبلا شو راح يصير. فهي اول نقطة. الشيء الثاني قاعد اشتغل على اليكس عندي يا 3211، توني بسم الله قاعد ابدي فيه في العرض اليومي، ان شاء الله مني لوقت الكي بي كي الجاي المفروض يكون ماكس او قريب الماكس، اذا ما كان ماكس راحت على روس وماكس. فهي الخطة المستقبلية حاليا، طبعا بعد ما اخلص هاي الاثنين، طبعا هي راح يكون على الروس العادي راح احطه عليه مثل ما قلت، والقائد الثاني راح يكون العرض اليومي. بعد ما اخلص من الاثنين اتوقع راح اخلص منهم اثنينهم في نفس الوقت، راح اخش الروس حق القادة الفرسان الجدد، راح يجيني قادة الرماة راح اسحب عليهم مجرد استدعاء اللي في العجلة. فلو قلنا الى 3 شهور فهي الوقت راح ينزلون قادة الرمال الجدد. وبالنسبة حق قادة الرمال الجدد أتوقع أنه راح يكونون حامية، أو قائد منهم راح يكون حامية، ما أتوقع أنه راح يكونون حشود، أو ممكن في قائد يكون حشود وقائد الثاني راح يكون حامية مثل أرتميسي. طبعا هي مجرد توقع، لأن التمني أكيد الناس تتمنى أنه يكون حشود عشان يطيحون زنوبيا. فبحسب الخطة اللي المفروض تكون راح أخلص هي 3 شهور، وبعدها راح يكون عندي 3 شهور تقريبا إلى وقت صدور الفرسان الجدد. هاي بالنسبة حق القادة والخطة. بالنسبة حق الكيفيكي الجديد، طبعا في أشياء لحد الحين مو مفهومة، أشياء جديدة، فصعب تتكلم فيها وأنت مو مجربينها، لأن أصلا حتى الممالك أو حتى الأشخاص اللي مشاركين في هاي الكيفيكي في بعض الأشياء لحد الحين مو فاهمينها. يعني من الأشياء اللي أنا أشوفها شخصيا سيئة، حجر الأساس عشان تنقل تحتاج 4 ساعات، وبعدين قصة موضوع طويل. في نقطة ثانية بخصوص المذابح، عندك هني هاي البوابة ما
تقدر تدخل منها، معبر مهجور، يعني هاي اللي موجودين في هاي المنطقة ما راح يقدرون يدخلون، بس الموجودين في هاي المنطقة راح يقدرون يدخلون من هاي الطريقة أو من هاي الطريق. ففيها شوي أشياء نحتاج إن نتعمق فيها. بحسب ما سمعت إنه ما راح تشتغل مهارات الدعم أو ما راح تكون مهارات الدعم موجودة، مجرد لو تلاحظوا مجرد تحصل على سرعة عمل منجم الكريستال ما في أي مهارات دعم مثل سرعة 8. فحاليا ما نقدر نتكلم في شيء إلا بعد ما نجربه، إلا بعد ما الناس تجربه وتشوفه. طبعا في الكيفيكا الحالي أكيد راح يكون في أخطاء، راح يكون في مشاكل، راح يكون في أشياء راح تتغير في الكيفيكا مستقبلا. مثل نشيد البطولة أول ما نزل تغير تقريبا 3 مرات لين وصل إلى اللي قاعد تشوفونه حاليا. فهي بالنسبة حق الكيفيكا. النقطة الأخيرة بالنسبة حق المعدات، قالوا راح يغيرون في المعدات وراح يكون فيها شيء اسمه الصقل، طبعا لحد الحين ما نزل، راح يكون في التحديث الجاي 1.0.49 أتوقع، فراح ننطر ونشوف. طبعا راح يكون الريش موجود، رجعونا من جديد. السؤال المطروح حاليا، هل راح تنتج من ورشه الحداده او راح يكون في باكيجات؟ في ناس تقول باكيجات، وانا اتوقع ان باكيجات، ما اتوقع ان راح تقدر تنتجها في الورشه او نفس هاي مكان انتاج الموارد. طبعا الريش كان موجود من فتره طويله وشالوه بالنسبه حق الريش في الكريستال، واتوقع انه كان في قماش قبل فشالوهم، خلو هاي الاربعه الاشياء، العظام، خشب، حجر وجلد. فننطر التحديث الجديد. طبعا رسلوا رسالة اصلا هم، بس الرسالة مو واضحة. هاي الرسالة قالوا راح نسوي اشياء ونعدل نشيل نحط، بس الرسالة ابدا مو واضحة، فما نقدر نتكلم عنها. ننطر التحديث افضل ونشوفها يا بعض. هاي كان كل المقطع، لا تنسون لايك فيديو سبسكرايب. شكرا على المتابعة ومع السلامة.